أهلا بكم. قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنيب لسخارت إن النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهلان احتياجات الشعب العراقي بل يعملان ضد مصلحته، وإن إبقاء المنظومة كما هي سوف يرتد بنتائج سلبية عاجلا وليس آجلا. وأضافت بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في العراق عن الوضع في العراق إن أي زعيم سياسي يستطيع يجر البلاد إلى صراع مهلك وطويل، وأن خيبة الشعب العراقي قد بلغت عنان السماء، وفقد العراقيون الثقة الكاملة في قدرة الطبقة السياسية على العمل لصالح البلد، وهو ما سيقود إلى تفاقم مشاكل العراق في المرحلة القادمة. إحاطة جنيب لسخارت في مجلس الأمن الدولي عن الوضع في العراق واضطرار البعثة الدولية العاملة في بغداد لتوضيح حقيقة الأوضاع في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ثمة ما هو جديد في إحاطة رئيسة البعثة الدولية في العراق جنيب لسخارت أمام مجلس الأمن الدولي بشأن العراق؟ وما الذي جعل بلاسخارت تقدم هذا التقييم اللاذع والمختلف للنظام السياسي في العراق في إحاطتها الجديدة أمام مجلس الأمن؟ وهل سيعيد المجتمع الدولي النظر في مواقفه الداعمة للعملية السياسية في العراق والتي باتت تشكل خطرا على العراق بل وعلى محيطه؟ أليس التقييم الجديد للبعثة الدولية في بغداد للنظام السياسي فرصة مؤاتية للقوى الوطنية العراقية لبلورة وتقديم مشروع وطني حقيقي لإنقاذ العراق؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي هبة الفدعم. بعد أن اتسع الخرق على الراقع لم يعد بالإمكان إخفاؤه والتستر عليه، هذا تماما حال المجتمع الدولي الآن في تقييم الواقع العراقي وتشخيص أسباب أزماته المتمثلة بفساد النظام السياسي برمته. جينين بلاسخارت التي طالما تسترت على جرائم الأحزاب وفسادها لم تستطع إخفاء الحقيقة في إحاطتها الأخيرة، معترفة بفشل تراكمي للعملية السياسية أدخل البلاد في هذه الدوامة. إن النظام السياسي والحوكمة في العراق تغض الطرف عن حاجات الشعب العراقي بل تعمل ضدها، ضد هذه المصالح. والفساد سبب أساسي في مشكلات العراق اليوم وليس أي قائد بمنأى عن ذلك. وبعبارة أوضح، لا أحد بمنأى عن مسؤولية تدهور أوضاع البلاد بما فيهم زعماء الكتل والميليشيات الذين جلست معهم بلاسخارت ودعمتهم في وقت كان فيه حمام الدم يملأ ميادين اعتصامات ثورة تشرين برصاص الميليشيات والقوات الحكومية. فإذا كانت بلاسخارت لم تعد تستطيع تجميل الواقع السياسي، فإلى أي هاوية وصلت العملية السياسية حتى بات داعموها يقرون بفشلها وعدم القدرة على إنقاذها من الانهيار الوشيك؟ وبغض النظر عن توصيف الحالة العراقية التي باتت معروفة للقاصي والداني، اكتفت المبعوثة الأممية إلى العراق بتشخيص الأزمة ولم تتطرق إلى سبل حلها، ما يعني غياب الرغبة الدولية في الاستماع إلى صوت العراقيين الذي يطالب بالتغيير الشامل والشروع في انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن مظلة الأحزاب الفاسدة وبناء نظام وطني عادل قائم على خدمة الشعب وتطلعاته. بلورة نظام وطني بديل عن النظام السياسي الحالي بات ضرورة ملحة، وانطلاقا من ذلك شرعت القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية في تقديم تصور وطني يتوافق في أهدافه مع الحراك الشعبي الممثل في ثورة تشرين. فهل سيستمع المجتمع الدولي الذي يأس من إصلاح النظام الحالي إلى صوت الشعب هذه المرة؟ أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي ستبحث فيما جاء في إحاطة رئيسة البعثة الدولية في بغداد جنيب لسخارت أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في العراق واضطرار البعثة لتوضيح أو قول الحقيقة حقيقة الوضع في العراق في هذه الإحاطة. ضيفة الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وستكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأمريكية واشنطن هبة الفدعم الباحثة في قضايا الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. حياكم الله. أهلا وسهلا.
دكتور، الإحاطة إحاطة بلاسخارت في الأمم المتحدة جاءت هذه المرة مختلفة، قاسية، لاذعة، يعني صارخة. جديد، الإحاطة تضمنت جديدا على الأقل، يعني في موقف جديد، موقف ما للأمم المتحدة مما يجري في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيفتك أهلا وسهلا الباحثة الأستاذة هبة الفدعم. الحقيقة يعني كل ما تتحدثت به بلاسخارت أهل العراق يعرفونه. نعم. والقريب والبعيد من الـ يعني الوضع العراقي، الصورة العراقية، يعرف ما يحصل في العراق. لكن هناك سياسات أقليمية ودولية تريد لهذا الوضع أن يستمر في العراق، هذا واقع الحال. الكل يعرف، وللعراق عندما تصنفه قوائم كثيرة من منظمات دولية ومؤسسات دولية محترمة وموثوق بها بأنه دولة فاشلة، دولة يعني من بين أكثر الدول العشرة في العالم فساداً، من أكثر الدول فشلاً في التعليم، في الصحة، في الخدمات، هذا كله تبعات له يعني له مسببات، له واقع حال على الأرض. هذا الوضع مدروس من الجميع والكل يعرفه. فبالتالي الإحاطة التي قدمتها لا تقدم شيئا جديدا أهل العراق لا يعرفونه، لكن ربما البعض يعني وجد في هذه الإحاطة شيء من الجديد في حديث هذه المرأة. نعم. هذه المرأة ساندت العملية السياسية منذ مجيئها لحد الآن، يعني منذ مجيئها لهذا المنصب. وقبلها الأمم المتحدة يعني تقصد. نعم. نعم. وقبلها كل المبعوثين، الأمين العام للأمم المتحدة كان موقفهم نفس الموقف، كانوا مساندين لهذه العملية السياسية وكانوا جزء منها، وكانوا جزء من هذا الخراب الذي عم بالعراق. وبالتالي حتى في ثورة تشرين كانت بلاسخارت جزء من محاولة خداع الناس، محاولة القضاء على الثورة. حتى عندما نزلت بالتكتك وقعدت بالتكتك وتحدثت مع كانت محاولة لتضليل المتظاهرين بأن هناك قوى دولية سترعى همومهم، ستساعدهم، ستدفعهم باتجاه القبول بوضع ناشئ. هذا الوضع الآن هي قالت بالشكل الواضح الآن أن العملية السياسية فاشلة، وأن كل هذه القوى السياسية فاسدة، لا ترعى الشعب ولا تريد الشعب. في نفس الوقت هناك بل هذه القوى قالت تعمل ضد مصلحة الشعب. نعم. وبنشاط. نعم. ربما تفسير هذا جزء من عند أنه بلاسخارت في فترته الأخيرة في العراق ستبدل بشخصية أخرى، هذه واحدة من التفسيرات. والتفسير الأهم من هذا أنها في حتى في هذا حديث عن اتهام هناك تناقض، لأن بالوقت الذي تتهم هذه القوى بأنها فاسدة، بأنها مخربة، بأنها فاشلة، الشعب غير واثق بها، حمام الدم في العراق مستمر، الشعب فقد الثقة بكل الطبقة السياسية، في نفس الوقت هي تدعو الشعب، تدعو القوى السياسية إلى أن تأتلف في حوار لكي تشكل الحكومة. يعني تدعو الفاسدين المخربين القتلة الذين دمروا العراق إلى تشكيل حكومة. فأنت يعني تجد نفسك في تناقض كبير. هذا الخطاب فيه تناقض كبير. يعني نحن لا نحتاج إلى وصف المعاناة، وصف المشكلة في العراق، هذه معروفة. نحتاج الآن إلى من يقول لنا ما هو الحل، وناقش إن شاء الله في هذه الحلقة إن شاء الله في الدقائق القادمة. مساء الخير ست هبة. مساء الخير أهلا أستاذ ماجد، تحية طيبة لحضرتك وتحية طيبة للدكتور رافع ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. لعلك تابعتي أو قرأتي الإحاطة الكاملة لبلاسخارت، جيني بلاسخارت، ممثلة الأمير العام للأمم المتحدة في العراق. هذه المرة جاءت الإحاطة الحقيقة كلام قاسي، حتى أن رياض علاوي كان مستاء من هذه الإحاطة، أقصد التعميم، عندما قالت أنه كل الطبقة السياسية تجر البلاد إلى صراع مزمن ومهلك، وأيضا أن هذه الطبقة تعمل بالضد من مصالح الشعب العراقي. برأيك لماذا هذا التقييم أو الإحاطة أو الحديث القاسي واللاذع لجيني بلاسخارت عن العملية السياسية التي رعتها الأمم المتحدة، وتحدث الدكتور رافع عنها، منذ 20 عاما تحت مظلة الأمم المتحدة ودعمها ورعايتها؟ هل ثمة موقف مختلف تعتقدين؟ طبعا
طبعا بدءا احب ان اؤكد على راي وتحليل الدكتور رافع الفلاحي بصدد الاوضاع السياسيه في العراق الان. الجمهور العراقي والشعب العراقي وكل المجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي على علم بطريقه مباشره او غير مباشره بما يدور داخل الشارع العراقي وبالفساد المستشري في العراق والمتوغل داخل مفاصل الدوله العراقيه وبالتالي انتقل الى المجتمع العراقي ككل. هذه المرة وقفنا أمام تناقض كبير كما قال الدكتور رافع الفلاحي بخصوص خطاب بلاسخارت، حيث أنها فضحت الموجودين داخل العملية السياسية وعممت بشكل كامل على أن كل الموجودين بهذه العملية السياسية لم يستفادوا من الفرصة الكبيرة التي حظوا بها بعد انتهاء فترة الانتخابات السابقة واستغلوا الفرص، وبدل من أن يتكاتفوا مع بعضهم البعض وأن ينشئوا حكومة تلبي طلبات وتقضي على مفاصل الفساد الذي موجود داخل الدولة العراقية، بل بالعكس زاد الأمر سوء وازداد الشرخ الكبير ما بين الفصائل مع بعضها البعض عمقا وتوغلا مع بعضهم البعض. أنا أعتقد بالنهاية أنه خطاب بلاسخارت هذه المرة جاء تهديد وليس تنبيه. هذه المرة استخدمت بلاسخارت كارت أصفر لكل القوى السياسية اللي موجودين داخل العملية السياسية الآن وحددتهم هذه المرة. هي فضحتهم داخل أروقة مجلس الأمن الدولي هذه المرة عندما قالت وعممت أن كل الموجودين داخل العملية السياسية هم متهمين بالفساد وأنهم لا يمثلون مطالب وطموح الشعب العراقي، بل بالعكس أن خيبة أمل الشعب العراقي وصلت إلى عنان السماء. بعدها التناقض اللي نلاحظه والذي اثاره الدكتور رافع الفلاحي هي بعدها اكدت على اكثر من مره بدءا استاذه هبه، خليني استوقفك عند نقطه قضيه التهديد. ايضا هناك من تحدث انه هذا الخطاب الحقيقه جاء تهديد ضغط على القوى السياسيه. لاي نتيجه تريد هذه التهديد؟ تشكيل حكومه ام تعديل سلوك الطبقة السياسية عموما في العراق من فساد من طائفية؟ وهذه الحقيقة الحصاد المرخي للمرحلة القادمة، فقط لتشكيل حكومة؟ هذا الهدف من التهديد؟ تشكيل حكومة الهدف الأساسي والمهم هو تشكيل الحكومة. صدقني أستاذ ماجد، وأصبح الشعب العراقي والدكتور فلاحي يعي هذا الشيء أيضا ويعرفه. الموجودين يعني الأمم المتحدة، خليني أقاطعك مرة ثانية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعتقد أن هذا أن هذه السلبيات الكوارث الموجودة في العراق ستنتهي يخفف منها إذا ما تشكلت حكومة؟ تشكل هذه الحكومة. أصبح العراق أستاذ ماجد الآن خلينا ننظر إلى الموضوع من زاوية أكبر. نعم. العالم الآن يعاني من أزمة كبيرة جدا، أزمة اقتصادية، أزمة وقود، الحرب الأوكرانية الروسية ما زالت مستمرة وما زالت تلقي بظلالها السلبية على كل العالم وخصوصا على منطقة الشرق الأوسط. التوترات الآن الموجودة ما بين واشنطن مؤخرا وما بين الرياض، ما يحصل الآن في إيران وأيضا الذي امتد إلى باقي المناطق، الشارع العراقي الشارع الآن محتقن، الهدنة التي انتهت في اليمن، كل هذه مؤشرات تشير إلى أنه الوضع السياسي في العراق يجب أن يحل. أضف إلى ذلك ما زالت الاتفاق النووي، المحادثات النووية بخصوص السلاح النووي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران ما زالت مستمرة. لذلك المجتمع الدولي يحاول الوصول إلى نقطة للخروج من هذا الانسداد. إحنا بدأنا بركود وجمود بالعملية السياسية داخل العراق لكن وصلنا إلى انسداد. هذا الانسداد بوادر انفجار موجود وممكن أن ينفجر في أي لحظة، وفيما لو إذا انفجر هذا الانهيار وهذا الانفجار سوف يؤثر على كل هي في منطقة الإحاطة. في إحاطة سابقة تحدثت أن الوضع في العراق الحقيقة في نقطة الانفجار، سينفجر. نعم. فعلا هو الوضع في العراق في نقطة الانفجار، ولذلك هذه المرة كانت لغة الخطاب التي استخدمتها بلاسخارت للموجودين داخل العملية السياسية هي لغة تهديد. حاليا المجتمع الدولي غير آبه بقضايا الفساد والتخبطات اللي موجوده داخل العراق، داخل الحدود الاقليميه للعراق، لكن الشيء المهم هو السيطره على هذا الوضع، لان الوضع العراق فيما لو انفجر سيؤدي الى سلسله من المشاكل الاخرى التي يمكن ان يمتد مداها ايضا الى باقي مناطق الشرق الاوسط وخصوصا المناطق التي تسيطر عليها ايران. ايران هي الان تعاني من تعثرات في داخل
من خلال الثورات التي موجودة في داخل دولة إيران. هناك مجموعة من التعثرات، مجموعة من التخبطات، مجموعة من القضايا. المتظاهرين الآن في أشارة بعض المدن الإيرانية الآن خارج حدود سيطرة إيران. أضف لا. إلى ذلك نقطة جدا مهمة، إيران تستخدم العراق ورقة ضغط كبيرة جدا أثناء محادثاتها النووية. يجب أخذ كل هذه النقاط في نظر الاعتبار عندما ننظر إلى موضوع العراق بالنسبة للمجتمع الدولي والمجتمع الأقليمي أيضا. لذلك أنا أؤمن أن خطاب بلاسخارت هذه المرة كان بمثابة تهديد لكل الموجودين بالعملية السياسية، وتعقيبا على ذلك هي بعد أن ألقت خطابها في مجلس الأمن الدولي هي عبرت عن رأيها الأخير بذلك في منصة التواصل الاجتماعي لتويتر. قالت أنه الآن الموجودين داخل العملية السياسية لا يملكون سوى الجلوس على الطاولة والحوار مع بعضهم البعض للخروج من هذا الانسداد. شكرا دكتور رافع. هناك من الحقيقة اعتبر أنه هذا الكلام المختلف، هذا الموقف المختلف، الكلام الحقيقة من الأمم المتحدة لم يسمع من قبل عن النظام السياسي. كان طبعا سنتحدث، كانت الحقيقة المتحدة متهمة بالتواطؤ، بالتغطية، بالتستر على ما يجري في العراق، لا تقول الحقيقة حتى في الانتخابات وغيرها. وهناك من يقول لا، الحقيقة هذا الخطاب القاسي واللاذع من الأمم المتحدة للنظام السياسي لأنها وصلت إلى مرحلة من الإحباط واليأس، وبالتالي هذه الحقيقة ما بعد الخطاب لن يكون كما قبله، وقد تكون هذه البداية. الأمم المتحدة بصدد تغيير موقفها من العملية السياسية لأنها وصلت مرحلة اليأس الكامل. أستاذ ماجد، علينا أولا أن نقول أن منظمة الأمم المتحدة ليس جمعية خيرية، نعم، ولا تستطيع أن تبدل رأيها أو موقفها من ذاتها. يعني الأمين العام للأمم المتحدة أو يقرر هكذا وسفراء ينفذون هذا الموضوع. هذا الموضوع ولا يمكن أن يكون انعكاسا لموقف القوى أمريكا مثلا. هو هذا ما أريد أن أصل فيه. تفضل. أريد أن أقول أن القوى الدولية هي التي تتحكم في الأمم المتحدة، وهي وهؤلاء السفراء وحتى الأمين العام للأمم المتحدة هو لسان حال من يحكمون، الخمسة الكبار الذين يحكمون في مجلس الأمن، هذا واقع الحال، وأمريكا أولهم. يعني الكثير عندما يقول إنه الأمم المتحدة يعني غرفة ملحقة بوزارة الخارجية الأمريكية، هذا واقع حال حقيقة، هذا ليس جديدا وليس اتهاما باطلا للأمم المتحدة، هذا واقع الحال الحقيقة. وشوف القرارات كلها التي صدرت من الأمم المتحدة من مجلس الأمن، كيف صيغت ومن وراءها وكيف تم إعدادها. المطبخ الأمريكي جاهز في إعداد هذا، ووجود الأمم المتحدة في على الأراضي الأمريكية هذا إلى تبعاته، وإلى ووجود وأمريكا بهذه القوة وهذه السلطة الاقتصادية والسياسية والعسكرية لها تأثيرات على كل شيء، ومنها الأمم المتحدة. هذا واقع الحال حتى في التمويل، من يمول الأمم المتحدة هي الجزء الأكبر كله من أمريكا. هذا جزء من عنده. لذلك عندما نتحدث عن تغيير في الموقف للأمم المتحدة تجاه العراق، علينا أن نقول أن هناك تغير إذن دولي بالقوى الدولية تجاه نظرة للعراق. ومن هي هذه القوى الدولية؟ أمريكا التي ترفع حراوتها على الإقليم وعلى العالم لكي يقبلوا بالنموذج العراقي بهذا الشكل. أمريكا التي عبرت الأطلسي بكل جنودها واعتادها وعتيدها لتدمر العراق بهذه الطريقة لتوصله إلى هذا المستوى، هل يمكن أن تغير وضعيتها بشكل أو بآخر؟ البعض ربما يذهب، وأنا منهم، أن العراق هو، وهذا واقع الحال، العراق ورقة تستخدمه أمريكا الآن، ورقة للتفاوض في قضايا كثيرة ومنها قضية إيران، الملف النووي الإيراني. العراق ورقة تستخدم من قبل الأمريكان في هذا الملف، وإيران أيضا تستخدم العراق ورقة في هذا الملف. هذا الملف النووي يبدو هناك تعقيدات فيه، والآن دول العالم عندما تنظر خلال اليومين الماضيين تنظر هناك توجهات دولية تحس فيها أو تشم من ورائها رائحة غير الرائحة العادية. دكتور، خلينا نستأذن منك ومن ضيفتنا الأستاذة هبة، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لقراءة التوجهات الدولية. فاصل ثم نعود لإكمال النقاش بعد الفاصل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة. تبحث في إحاطة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد جنيب الأسخارت أمام مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في العراق. ضيف الطاولة دكتور رافع الفلاحي والأستاذ هبة الفدعم. إيه دكتور تفضل. حقيقة نتحدث عن موقف دولي الآن تلمسه. دائما ما نقول قبل أن نتحدث عن الموقف الدولي دائما ما نقول وهذا واقع الحال إن إذا أردت شيئا في العراق اذهب إلى طهران. يعني ما تريده في العراق تشكيل حكومة اذهب إلى طهران، تريد تعيين سفير اذهب إلى طهران، تريد تعيين وزير رئيس وزراء طهران ما تتحكم، وطهران تتحكم بالوضع السياسي والاقتصادي والأمني في العراق وهذا واقع الحال وهي متغولة في العراق. لذلك أي موقف جديد تجاه إيران ينعكس على العراق مباشرة وأنت تلمس فيه تغيرا في اتجاه العراق. عندما تقول فرنسا الآن لمواطنيها اخرجوا من طهران من إيران بسرعة، وتبدأ في خطاباتها تكيل الاتهامات لإيران، عندما بريطانيا تتحدث بلغة شديدة اللهجة اتجاه الميليشيات وهي تعرف أنها إيرانية، وتتحدث عن القصف الذي طال كردستان العراق المناطق الشمالية، تتحدث عن تهديدات هذه الميليشيات للأمن ولأمن القوات الدولية وأمن البريطانيين ومقتل البريطاني، هذا كله والعالم كله عندما تتحدث بها، وحتى المراكز الأمريكية بدأت تتحدث عن الوضع في العراق بطريقة أخرى، هذا كله تلمس من عنده أن هناك محاولة للضغط على إيران استخدام هذه الورقة العراقية جزء من عندها. لا، وفي نفس الوقت هم يعرفون طالت القضية أم قصرت، بالتالي هذا الوضع العشرين سنة التي مضت هذه لديهات لها تبعات، لها إسقاطات على الواقع، لا يمكن أن تستمر. هذا الشعب اللي فقد كل شيء، فقد حتى أحلامه، فقد حتى قدرته على العيش في يومه والنظر إلى مستقبله إلى الغد، لا إله ولا لأطفاله. حجم خارطة الفقر تتوسع في العراق، خارطة البطالة. قبل أيام يتحدث رئيس اتحاد العمال العراقيين يقول 6 ملايين عاطل عن العمل، ويتحدث نقيب المهندسين يقول 350,000 مهندس عاطلين عن العمل، وتحدث وزارة التخطيط أنه 16.5% من القوى العاملة من القوى المؤهلة للعمل هي عاطلة عن العمل. نعم. ولما تعرف أنه هذه القوى العاملة تحددها بالأعمار من 15 إلى 24 وهذه الفئة من الشباب تشكل 65% من نفوس العراق، لأن العراق غالبية نفوسه واحد من يعني من النقاط الإيجابية لكن لا يعرفون أن يستغلوها أنه البلد من الشباب الحقيقة، قلة من الأعمار الكبيرة الشباب من 15 إلى 24 65% هؤلاء غالبيتهم عاطلين العمل. نعم. هذا كله وقود لثورة قادمة. ما حدث في تشرين لم ينتهي، هذه الموجة لن تنتهي. الآن الموجات لأن الفساد يزداد، الخراب يزداد، الوضع يزداد سوءا، لا يستطيعون معالجة كل شيء. هي تحدثت أيضا أنه هذا الوضع سيرتد بنتائج سلبية عاجلا على قالت شيئا مهما. نعم. قالت أنه هذه القوى لن تستطيع أن تبني شيئا. نعم. أو تفعل شيئا، هي من البداية يعني قالتها أنه هناك يأس أنه هذه القوى مهما استمرت في وهذا الحكم. هذا كلام الحقيقة يعني ممتاز من 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 المسؤولة الدولية. نعم. وخلينا أيضا نحيل هذا السؤال أو العلاقة على ضيفتنا هبة. ست هبة، الحقيقة القوى الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال والناشطون كانوا دائما يتهمون الأمم المتحدة، ودكتور رافع الآن اتهمها بأنها كانت يعني خلال العشرين سنة الماضية عمر العملية السياسية كانت شاهدة زور على ما يجري في العراق، تنقل صورة مجملة وهي ليست حقيقة، تزوق وتزور للوضع الموجود في العراق من الانتخابات وغير الانتخابات. بعد هذه الإحاطة التي تضمنت حقائق مريرة أول مرة تقولها البعثة الدولية عن العراق، هل تعتقدين أن هذا الدور شاهد الزور قد تخلت عنه الأمم المتحدة وباتت تنقل الواقع كما هو؟ الأمم المتحدة الآن نزعت ثوب الزور، شهادة الزور، الآن تنقل الحقيقة.
أود أن أضيف أيضا صفة أخرى لبعثة الأمم المتحدة، أنها كانت متواطئة مع كل عمليات الفساد التي كانت شاهدة عليها داخل العراق ولم تنقلها بشفافية، وخصوصا العنف الذي تعرض له ثوار تشرين سنة 2019. بالنسبة لبلاس خارت وبالنسبة للقضايا التي أثارتها، أنا لا أؤمن أنها تخلت بشكل كامل، أو أنا أرجح أيضا رأي الدكتور رافع الفلاحي حين قال ربما أنه يتم استبدالها في الآخر، وأودت أن تقدم هذا التقرير الأخير. أما أن تتخلى عن هذه العملية السياسية، أو أنه فضلت أن ترتدي رداء آخر بعيد عن رداء شهادة الزور وعن التواطؤ مع اللي موجودين داخل العملية السياسية، أنا لا أرجح هذه النقطة أو هذا التحليل. أنا أرجح أنه استخدمت ورقة تهديد علني وفاضح لكل اللي موجودين داخل العملية السياسية الآن. هذا لغة التهديد التي استخدمتها هي لغة تهديد ولغة تخويف أيضا للموجودين داخل العملية السياسية، عندما عممت جميع اللي موجودين داخل العملية السياسية واتهمتهم بأنهم غير قادرين على المضي قدما أو الخروج من هذا المأزق، وأيضا اتهمتهم بالفساد أيضا عن طريق مجموعة من النقاط التي أثارتها في مذكرتها التي كانت مرفوعة. لكن هل تخلت بعثة الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي عن الموجودين داخل العملية السياسية الآن؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه التخلي عنهم معناته الاتيان بطبقة سياسية جديدة ربما، أو باستبدال هذه الوجوه بوجوه سياسية أخرى، أو بعزلهم والاتيان بآخرين. نقطة جدا أساسية ومهمة، اللي موجودين داخل العملية السياسية هم متجذرين داخل هذه العملية السياسية، متجذرين في الدولة، متجذرين في المجتمع العراقي ككل. ليس من السهولة، والمجتمع الدولي يعي ذلك تماما، ليس من السهولة استبدالهم. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لا يملك عصا سحرية للتغيير كما قالت لاسخارت. لذلك الحل الوحيد اللي موجود حاليا والمتاح حاليا هو الجلوس جميع الأطراف السياسية الآن على والتحاور فيما بينهم وإيجاد لغة حوار للخروج من هذا الانسداد والمأزق المحتقن الذي يعاني منه العراق، الشارع العراقي والعملية السياسية بالعراق. أما أن يتم استبدال هذه الطبقة السياسيين الموجودين الآن، لا أعتقد أنه المجتمع الدولي قادر على تحمل مثل هكذا أعباء، والمجتمع الإقليمي أيضا قادر على مواجهة مثل هكذا والتصدي لمثل عواقب تغيير لهذا النظام السياسي اللي موجود داخل العراق. كل اللي موجودين داخل العملية السياسية بالعراق كما أثني على ما قالته بلاس خارت بأنهم هم غير قادرين على استيعاب طموح وآمال المجتمع العراقي، وكلهم متهمين بالفساد. أضف إلى ذلك كلهم أصبحوا وصاروا فيما بعد أمراء حروب، كلهم يملكون ميليشيات، كلهم يملكون جهات داعمة لهم، سواء كانت هذه الجهات دولية أو سواء كانت إقليمية، كلهم يملكون قوى غير معلنة ممكن أن تساندهم، ممكن أن تدخل العراق إلى بحر من الدم. أنا أعتقد أنه أي انفجار في العراق حاليا لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتحمل تبعاته الآن، ولا حتى المجتمع الإقليمي. المجتمع الدولي يعاني من أزمات كبيرة الآن، أنا ذكرت سابقا وأذكر حاليا الآن أزمة الحرب الأوكرانية الروسية تلقي بنتائج سلبية كبيرة أكثر، وربما نشاهد نتائج سلبية أكثر، ارتفاع أزمة الوقود، ما حدث الأسبوع الماضي من توتر العلاقات ما بين وخفض إنتاج الوقود من قبل أوبك، وما التوتر بين واشنطن وما بين الرياض. هذه نقطة يجب أيضا أخذها بنظر الاعتبار. إذا المجتمع الدولي فعلا الآن لا يملك عصا سحرية للتغيير داخل العراق. فأنا أعتقد أنه لا يملكون هم الحل الآن، الحل هو الإبقاء على هذه الوجوه وحصر الوجوه وحصر هذه المشكلة داخل الإقليم العراقي، نعم داخل الحدود الدولة العراقية، وأن لا ينفجر هذا الوضع ليشكل نسخة جديدة من الأزمات التي امتدت مداها إلى خارج حدود دولها، وأنتجت فيما بعد نتيجة الفراغ السياسي، أنتجت فيما بعد مثل داعش على سبيل المثال. الفراغ السياسي اللي عانى منه العراق من السنة الماضية إلى حد الآن قادر على أن ينتج سيناريوهات أسوأ من السيناريوهات التي أنتجت سابقا نتيجة لثورات الربيع العربي. أشكرك دكتور رافع. أيضا جاء في الإحاطة الحقيقة قالت بلاس خارت أن الطبقة السياسية ومنظومة الحكم الحالية في العراق
الحقيقة يعملان بالضد من مصلحة الشعب العراقي، حتى وصفت أنه هذا العمل يعملان بنشاط ضد مصلحة الشعب العراقي. ممتاز هذا التقييم. ثم ماذا؟ هل ستبقى الأمم المتحدة تبقى تدعم هذه الطبقة، تضفي عليها شرعية، طبقة الحقيقة مسجل عليها موثق جرائم وانتهاكات وفساد، وهي تحدثت عن جزء من هذه الصورة الحالكة السواد في العراق، هل ستبقى الأمم المتحدة مشاركة في هذه المأساة المستمرة في العراق منذ عام 2003؟ أستاذ ماجد، عندما يعين أي شخص في أي وظيفة، أنا أنت الأستاذة هبة، يعين في أي شركة أو في أي مؤسسة، لابد أن نسأل، تسأل أنت، تسأل هي، أسأل أنا، ما يعني ما هو المطلوب مني، ما هي وظيفتي، ما الذي تريدون أن أقوم به. عندما تعين الأمم المتحدة سفيرا أو الأمين العام الأمم المتحدة يعين سفيرة وممثل لها له في بغداد في العراق، ما هو المطلوب من الأمم المتحدة أساسا؟ ما هو المطلوب من هذا السفير؟ يعني في ظل نظام أقامته أمريكا بهذا الشكل، في ظل وضع مأساوي بهذا الشكل، ما هو المطلوب منه؟ ذلك يعني عندما أسمع أنه تواطؤ، أنا أقول ليس تواطؤ، مشاركة. الأمم المتحدة شريكة في الجريمة التي حصلت في العراق، هذه الجريمة الكبيرة. نعم لم توافق على احتلال العراق، ما أعطت أذن، مجلس الأمن ما أعطى أذن، لكن بعد ذلك كانت شريكا وغطاء لكل الأفعال الإجرامية التي حصلت في العراق وما زالت تحصل منذ 20 سنة. الأمم المتحدة شريك بها. هل المطلوب من بلسخارت واللي قبلها أنه يكونون محايدين ويدافعون عن العدالة ويقفون ضد نظام سيء وفاسد ويفضحونه في كل وقت، أم يكون شركاء فيه؟ يعني هؤلاء الذين يعينون سفراء بهذه الطريقة، هؤلاء فقدوا وظائفهم في حكوماتهم. يعني هذه حتى بلسخارت كانت وزيرة الدفاع في هولندا، انتهت مدة خدمتها وجاءوا بها سفيرة كي تقضي هذه الفترة وتسترزق مبلغ كبير من الأمم المتحدة وسفيرة وخدمات كبيرة وتحقق ثروة للمستقبل. هذا واقع الحال وكلهم هكذا. وهذا الكلام ليس اعتباطا، يعني هذا سمعته من صديق لي سفيرا عين في بغداد وقالوا له هكذا، يعني قد الراتب مالتك، لكن هذا السفير الذي يعرفه كان شريفا لم يقبل فاستقال، قدم استقالته وعاد واستقال مرة أخرى عندما عينوه في سوريا، استقال أيضا لم يقبل لأنه يعتبر الشعب السوري والشعب العراقي هم أهله، لم يقبل بهذا. هذه لا يمكن أن يعني لا يمكن إلا أن تكون شريكة ودافعت عن هذه العملية السياسية بطريقة وبأخرى وبطرق ملتوية وطرق شيطانية. الآن تأتي وتنقلب كل هذا الانقلاب وتقول إنه هؤلاء فاسدين. طيب وما الحل؟ ما هو الحل هنا؟ هم دائما كنا حتى عندما نتحدث مع بعض المسؤولين يقولون ما هو البديل؟ لا يوجد بديل في العراق. نعم. وهم يعرفون ان البديل موجود، هذا الرحم اللي انجب كل هذه الحضارة في العراق لا يستطيع ان ينجب بديلا عن هؤلاء الفاسدين المخربين المدمرين الذين جاءت بهم امريكا وجاءت بهم ايران. هم يعرفون موجود القوى المناهضه للاحتلال، القوى المناهضه للعمليه السياسيه، فيها الكثير من العقول، فيها الكثير من الخبرات، فيها الكثير من الكفاءات، فيها الكثير من القدرات، والعراق غني بهذه، وقادرين وطنيين وقادرين ان يشكلون هذه ثوره تشرين. هذه الشباب الصغار هؤلاء اغلبهم خريجين كليات وطلاب الكليات، ووراءهم كثير من العقول الكبيره ويستطيعون ان يديرون البلد. هذه ليست معضلة، هؤلاء الذين يعني حكموا البلاد منذ 20 سنة يديرون البلد أم خربوا البلد؟ دمروه. من منهم يمتلك كفاءة؟ يعني استعرض كل الأسماء، من منهم يمتلك كفاءة، يمتلك شهادة حقيقية يستطيع بها أن يجلس على الكرسي؟ هذا الوضع يعرفونه. الآن السؤال هو هل سنصل إلى الحد الذي على الأمم المتحدة أن تقول وعلى العالم أن يقول أن الوضع هذا انتهى، وان على القوى المناهضه والقوى المعارضه لكل هذه العمليه السياسيه اسمح لي خلينا ان تقدم بديلها. الان البديل هو موجود ويستطيعون ان يقدمونه وتنتهي هذه المشكله. نتحدث فاصل، اذا فاصل قصير ثم نعود لاكمال النقاش معنا في هذه الحلقه مع دكتور رافع الفلاحي وهبه الفدام.
مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي، كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث فيه إحاطة جنيب لاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع في العراق أمام مجلس الأمن الدولي. ضيفة الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والأستاذة هبة الفدعم. أستاذة هبة، ما الذي مطلوب من الداخل العراقي على مستوى العمل وطني أو شعبي، قوى وطنية، تشرين وغيرها، تحريك لإقناع الأمم المتحدة، إقناع المجتمع الدولي أنه هناك قوى جاهزة للتغيير، جاهزة لاستلام زمام الأمور؟ يجب أن يكون التغيير واضح من كلامك، التغيير من الخارج لا يعول عليه لأن العالم والمجتمع الدولي منشغل بمشاكله. إذا لابد أن تكون قاطرة التغيير من الداخل العراقي. ما هو المطلوب وطنيا شعبيا؟ لا أدري، حتى الأمم المتحدة تقتنع ويقتنع المجتمع الدولي أنه لا يجب أن يكون هناك تغييرا. نعم أستاذ. طبعا ثورة تشرين كانت هي الصوت العراقي الحقيقي الذي عبر عن طموح وعن إرادة الشارع العراقي، وأيضا كل الأصوات الوطنية الحرة الموجودة الآن والمناهضة للعملية السياسية والكاشفة لفساد هذه العملية السياسية موجودة الآن. لكن التغيير وحده والعمل وحده من قبل الأصوات الوطنية ومن قبل التيارات الوطنية الموجودة حاليا هو غير كافي لإحداث تغيير ولإزاحة هذه الطبقة السياسية الفاسدة من العراق. المجتمع الدولي كما ذكرت سابقا وأؤكد حاليا، المجتمع الدولي غير آبه بالمشاكل الداخلية التي يعاني من عندها المجتمع العراقي. كانت هناك فرصة حقيقية للتغيير أثناء ثورة تشرين، فيما لو تكاتفت بعض الأصوات التي كنا نعول عليها أنها أصوات وطنية داخل الحكومة العراقية، لكن للأسف ما أثبتته الأيام وما أنتجته هذه الثلاث سنوات الأخيرة. الموجودين داخل العملية السياسية كلهم فاقدين لمصداقيتهم، فاقدين لشرعيتهم لدى الشارع العراقي. لذلك هذه الأصوات الحرة الموجودة والمطالبة دائما بتغيير هذه مستمرة في مناهضتها للفساد، مستمرة في مناهضتها للقوى السياسية الفاسدة اللي موجودة الآن بالعملية السياسية، لكن هي أيضا لا تملك عصا سحرية من أجل هذا التغيير. أنا ذكرتها قبل قليل وقلت أن كل اللي موجودين داخل هذه العملية السياسية هم أصبحوا بمرور الوقت هم أصبحوا أمراء حرب، أصبحوا يمتلكون قوة هائلة. خليني أسألك، مادام أنت حضرتك موجودة في واشنطن وأيضا باحثة في قضايا الشرق الأوسط، وأكيد تلتقين بالنخبة الأمريكية من باحثين من دراسات كذا، كيف هذه النخبة الأمريكية من باحثين سياسيين، كتاب مقالات، كتاب أعمدة، رأي، كيف ينظرون إلى هذا الوضع الذي خلقوه في العراق؟ هم يتوقعون أن العراق الآن يتمتع بديمقراطية، ويتوقعون أن العراق الآن يتمتع بحرية كبيرة جدا تختلف. هم يقارنون ما بين قبل 2003 وبعد 2003 للأسف. لذلك هم دائما ما يؤمنون أنه الشعب العراقي كان محتاج فقط إلى هذه الديمقراطية، كان محتاج فقط إلى أن يدلي بصوته بحرية أكثر، لكن بالحقيقة هو ليس هذا يعني ما يحتاجه. ألا تصلهم تقارير يعني أن هناك مثلا مقاطعة لهذه الانتخابات بنسبة 90%، أن من قتل من شباب يعني 1200 شباب قتل التغيير وغيرها، ما تصلهم هذه التقارير؟
تصل هذه التقارير، ودائما ما تكتب هذه التقارير وتنشر هذه التقارير أيضا في مراكز البحوث، لكن الإيمان الواضح هو أنه تم إزاحة نظام سنة 2003، كانوا مؤمنين أنه هذا نظام مؤمنين ويحاولون أن يثبتوا هذا الشيء أنه كان نظام ديكتاتوري وتم إزاحته، وتم العراق الآن يحتفل والعراق الآن يتمتع بحرية وديمقراطية لم يسبق له أن يتمتع بها مسبقا. لذلك هذا كل ما يتم الحديث عنه الآن، نحن نتمتع بديمقراطية. كان ثورة تشرين سنة 2019، بعدها أعقبها انتخابات مبكرة، إذن تم تلبية مطالب هذه الثور. يتم النظر إلى هذه الأمور من هذه الزاوية يعني، وليست من زوايا أخرى. ولذلك عندما يتم الحديث عن المشاكل الداخلية، عن الفساد، عن كون العراق دولة منهارة، أنا دائما ما أذكر أنه العراق دولة، مع الأسف وأنا مؤلمة جدا هذه العبارة التي نستخدمها، العراق دولة منهارة وليست هشة، العراق دولة منهارة. لكن عند الحديث عن هذا الشيء والخوف في الحديث، لا يبقى هناك ما زال تصدير للنفط، ما زال العراق، لا أعلم من أين يأتون بهذه التقارير، لا زال العراق يتصدر الوضع المالي، العراق يتصدر قائمة جيدة، يأخذوها من الحكومة. شكرا. اتفاقية يأخذوها من الربح ومن الحكومة. فعلا مع الأسف يعني، ولذلك عندما تناقش الواقع المزري داخل العراق، واقع المجتمع العراقي وما آل إليه المجتمع العراقي، هم مؤمنين أن المجتمع العراقي الآن يتمتع بديمقراطية وتتمتعون بحرية بالانتخابات. مجموعة من الأحزاب كبيرة جدا موجودة الآن وممكن أن تتسابق على هذه الانتخابات، لذلك يتم النظر إلى هذه الأمور من هذه الزاوية. أشكرك. واضح دكتورة. فأعرف أنت عندك يعني أيضا تعقيب إضاءة، بس خليني أسألك، هذا الذي جرى الآن، هذا الخطاب الجديد للأمم المتحدة تقييمه عن الوضع في العراق، هذا الكلام الذي ورد في الإحاطة، هناك يعني من يتساءل أو يقول أنه هذه حقيقة فرصة مؤاتية ومناسبة للقوى الوطنية العراقية والقوى الحية والقوى الشعبية، تظاهرات لالتقاطها للبدء يعني بمشروع تغيير. ولنكن واقعيين، لا يمكن أن يكون تغييرا حتى لو تضافرت كل القوى الموجودة في الداخل، المجتمع الدولي بعد مهم وعامل مهم في عملية أي تغيير، يحتاج الداخل لهذا التغيير. هذه فرصة الآن للقوى الوطنية في العراق. تفضل. نعم، هي فرصة للقوى الوطنية، القوى التي يعني تقف بالضد من العملية السياسية ومن كل هذه القوى، فرصة لأن يحملوا هذا الذي حصل وينادوا به ويحاججوا به الآخرين. لكن دعني أقول لك يعني ما تحدثت فيه الأستاذة هبة صحيح حقيقة، وهم ينظرون العراق بهذه الطريقة، لكن هم في نفس الوقت من يحكم هذه القضية كلها بالنتيجة هي المصالح. يعني كيف تنظر أمريكا، كيف ينظر العالم، كيف ينظر الإقليم إلى العراق؟ من منظار المصلحة. إذا كانت مصلحته في بقاء هذا الوضع القائم في العراق متحققة، هو لن يساعد في تغيير هذا الوضع، لأنه يعني ما دام مصالحه ماشية. الآن أنا أعتقد هكذا، وربما أكون خاطئ، لكن بحسابات ربما البعض لا يراها أو بعيدة، أنا أرى أنه هناك تغير في المصالح، هناك رؤية جديدة للمصالح، وهناك يعني حركة كبيرة. المصلحة الآن تستوجب، لأنه هناك سؤال وراء المصلحة، هل الوضع الآن في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي عموم هذا الإقليم، هل هذا الوضع الآن الآني يحقق مصالح الغرب والعالم في استمراره، أم سيؤدي إلى كارثة كبيرة في ظل هذا الوضع المشحون عالميا دوليا؟ أنا أعتقد أن العالم أمام هذا السؤال. أنا أعتقد مراكز الدراسات والمراكز السياسية ترى أن استمرار هذا الوضع ليس في صالح مصالح الدول الكبرى، يجب أن يكون هناك تغيير، والتغيير يعني بالحسابات 1+1=2. هل يبقى هذا الوضع لكي يؤدي إلى نتيجة نحتاجها ومريحة لنا؟ لا، استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى وجود غول غير شكل، سيؤدي إلى خرق المصالح، والمصالح الأمريكية المصالح الغربية ستضرب بشكل كبير. لذلك يجب التغيير. أنا أعتقد أن التغيير قادم مهما كان، وما يساعد على هذا أنه الجمر تحت النار،
في العراق في كل لذلك هناك تسويات الآن تجري في سوريا لإسكات لتسكين الوضع، يعني لا يريدون أن يذهبوا أبعد من هذا. في اليمن الآن الهدنة انتهت ولا يعرفون أين ستذهب. لبنان بلد منهار ومنتهي، في أي لحظة يتفجر انفجارا لا يمكن السكوت عنه واستعود ربما الحرب الأهلية مثل ما كانت في السبعينات. هذا كل الوضع، والعراق مهيئ لهذه القضية، مهيئ بشكل قوي. الانفجار في العراق، والعراق ليس بلدا ثانويا في المنطقة، ليس بلدا يعني لا يمكن رؤيته إلا بمنظار، لا، بلد له تأثيره في موقع الجغرافي وموقع السياسي وموقع الاقتصادي وثرواته. لذلك يجب أن يذهب العراق إلى الاستقرار. اتفاق هذه القوى ما دعت له بلسخارت، اتفقوا فيه وما بينكم لتشكيل الحكومة، لن يؤدي إلى حل. هي تعرف والعالم يعرف أنه إذا أدى إلى حل وقالوا أنه حكومة شكلت، كم ستبقى؟ شهر شهرين المظاهرات ستخرج مرة أخرى. لا يمكن، لأنه ما لا وجود لحل عند هؤلاء. هؤلاء لم يأتوا لكي يضعوا حلولا، هؤلاء جاءوا ليسرقوا ليفسدوا ليخربوا ليدمروا. هذا جزء من المشروع. الآن يجب أن يتغير هذا الوضع لأجل مصالحهم ولأجل العراقيين، ليس لأجل العيون العراقية. مثل ما جاءوا واحتلوا العراق ودمروه ليس من أجل الديمقراطية وعيون العراقيين وتغيير النظام، هذه كذبة كبيرة، من أجل مصالحهم، والعراق يجب أن يدمر ويبقى ضعيفا. هذا الموضوع الآن يجب أن يتغير الشكل في العراق. ما الذي يتغير؟ إذا كان كل الفساد والخراب والدمار وكل هذه الأحزاب اللي يسموها أحزاب وهي دكاكين لم تستطع أن تفعل شيئاً، ما هو البديل؟ البديل يجب أن يكون مشروعاً آخر، والمشروع الآخر هو مشروع وطني. وهذا المشروع الوطني هم يعرفون أنه حتى لو قام الآن يحتاج إلى وقت طويل لكي يعود بالعراق إلى أن يقف على قدميه. وهذا يمكن بالرؤية الاستراتيجية لهذه الدول ممكن أن يتعاملوا معه، ممكن أن يضمنوا مصالحهم، ويبقى ضعيفاً البلد، يعني يحتاج إلى فترة طويلة لكي يقف على أقدامه. وهذه الفترة هناك دول يعني سبقته وستسبقه بأشواط بعيدة، سنوات كثيرة. أشكرك. ذلك لن يكون قوة مهددة الآن، العراق لن يكون قوة مهددة في المستقبل، لا القريب ولا البعيد، بعيد جداً لا يمكن أن يكون قوة مهددة، لأن كل المعاملات في الإقليم تحل، وجزء من عندها التعاون الإسرائيلي مع دول الخليج وما هذا كلها من جزء من الحلول. إذا التغيير أنا أعتقد دولياً سيوافقون عليه، سيعطون له الضوء الأخضر، وهذه بداياته. وداخلياً هناك القوى الشعبية الرافضة لهذا الوضع ولن تقف مكتوفة الأيدي. شكرا جزيلا لضيفينا في هذه الحلقة التي انتهت، وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو، كما نشكر الباحثة في قضايا الشرق الأوسط الأستاذة هبة الفدعم، كانت معنا من واشنطن عبر سكايب. أشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.